إلى أي مدى سينجح رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ فيما فشل به سلفه الحبيب الجنبلي؟ هذا هو السؤال الذي بات يشغل الشارع التونسي ونخبه السياسية مع بدء مهلة الشهر الممنوحة للفخاخ لإعلان تشكيلته الحكومية وعرضها على البرلمان لنيل الثقة. الخارطة السياسية حتى الآن تشير إلى دعم ثلاث قوى أساسية لمهمة الرئيس المكلف، فيما أعلنت قوى عديدة رفضها منحه الثقة حتى قبل إعلان التشكيل الحكومي. ومع عدم حصول حزب سياسي على أغلبية واضحة ووازنة داخل البرلمان، يتخوف العديد من المراقبين من اللجوء لخيار الانتخابات المبكرة. نحو شهر أمام رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ لتشكيل حكومة تنال ثقة البرلمان، يبدو أن الملامح الأولية للكتل النيابية التونسية بدأت تتضح، إذ إن الفخفاخ ضمن ثقة ما يقارب 36 نائبا ينتمون لحزبي تحيا تونس والتيار الديمقراطي، كانوا قد اقترحوا اسمه على الرئيس قيس سعيد خلال فترة المشاورات. أما حركة النهضة صاحبة الأغلبية في البرلمان ب54 نائبا فتبدو منقسمة داخليا بين مؤيد ومعارض لشخصية الفخفاخ، فيما يرى مراقبون أن النهضة ستتحد بقرارها النهائي عقب تطبيق شروطها خلال مشاورات تشكيل الحكومة. في المقابل لا يخفى عن توجه كتل برلمانية إلى حجب الثقة عن تشكيلة حكومة الفخفاخ، ومن أهمها حزب قلب تونس برئاسة نبيل القروي، باعتبار أن الفخفاخ لن يستطيع جمع الدعم البرلماني اللازم لتشكيلته الحكومية بسبب خلفيته الخاسرة في الانتخابات التشريعية الأخيرة. إذن أمام الفخفاخ تحديات تقليدية متمثلة بالعمل على مواجهة عقبات اقتصادية واجتماعية تواجه البلاد يطالب بها التونسيون بعد مرور 9 سنوات على ثورتهم، وهذا تماما ما تعهد به إلى جانب تجنب خوض مناكفات سياسية. وفي السياق يبحث الفخفاخ عن دعم برلماني لا يقل عن 109 أعضاء لنيل الثقة على تشكيلته الحكومية، ثقة البرلمان هي الفرصة الأخيرة قبل العودة إلى خيار انتخابات تشريعية جديدة وسط تساؤلات حول إمكانية نجاح الفخفاخ فيما فشل فيه سلفه الحبيب الجملي. إذن أرحب بضيف من تونس عضو مجلس نواب الشعب عن الحزب الدستوري الحر محمد كريم كريفة. أستاذ محمد أهلا بك، بداية موقف الحزب الدستوري الحر من تكليف إلياس الفخاخ، كيف ترون ذلك؟ مرحبا بك ومرحبا بجميع مشاهدي تلفزيون المملكة. موقف الحزب الدستوري الحر من تكليف السيد إلياس الفخفاخ، نكون قد انتقلنا من حكومة الفاشل إلى حكومة الأفشل، باعتبار أن إلياس الفخفاخ كان وزيرا للسياحة منذ 2011 في حكومة حماد الجبالي ولم نعرف له انتصارات داخل هذه الحكومة بل بالعكس تدهورا، ثم أصبح وزيرا للمالية في حكومة علي العريض التي عرفت اغتيالات سياسية وعرفت كثيرا من الاضطرابات. إلياس الفخفاخ يصبح الآن رئيسا للحكومة بعد أن أثبت فشله في السياسات النقدية وفي السياسة المالية وفي السياسة الاقتصادية وتدهور الاقتصاد في تونس في عهده، ثم أن لا ننسى أن إلياس الفخفاخ قام بإمضاء التعويضات إلى المتمتعين بالعفو التشريع العام وإفقار خزينة الدولة لفائدة هؤلاء المتمتعين. يعني خلاصة القول أننا لا نعرف له إنجازا ناجحا، لذلك فإننا نقيم أننا سننتقل من حكومة الفاشل إلى حكومة الأفشل عكس ما ينص عليه الدستور التونسي تكوين الشخصية الأخضر، نعتبر أنه تم تعيين الشخصية الأفشل. طيب. ثانياً أنه تقدم إلى الانتخابات الرئاسية وتحصل على 0.4% من عدد أصوات الناخبين، ثم أن حزبه دخل الانتخابات التشريعية ولم يفز بأي مقعد، يعني أن ليس له أي قاعدة شعبية. نصبح الآن أمام وضعية أن هذا الشخص سوف يصبح رئيسا للحكومة
ويصبح بصدد البحث عن 109 أصوات عن أي حزام سياسي سيصبح سيبحث عنه إلياس الفخفاخ داخل البرلمان. طيب. ثم أن كيف سيتم تشكيل الحكومة؟ على حسب ما نرى الآن من المفاوضات ومن الحوارات مع الأحزاب والكتل النيابية فإنه سوف يشكل حكومة على حسب الولاءات وسوف يقوم بتوزيع الحقائب لا لغاية يعني ماذا تقصد بحسب الولاءات؟ واجتماعية لتونس وإنما فقط للحصول على 109 أصوات وهذا شيء مؤسف جدا أصبح فيه طيب. الوضع في تونس. طيب أرحب الآن الموقف سأعود إليك أستاذي لأني سأرحب الآن بناطق برئيس المكتب السياسي لحركة النهضة نور الدين العرباوي. أستاذ نور الدين أهلا بكم. كنهضة هل لديكم أي تحفظ على رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخاخ وهو كان وزيرا سابقا للمالية وكذلك للسياحة؟ الحزب الدستوري الحر لا يرى لهذا الشخص أي إنجاز بل أنه أدخل البلاد على المستويين الاقتصادي والمالي حين كان وزيرا للمالية أدخل تونس في أزمة. أهلا بك يا أخي الكريم. أهلا بك. مرحبا بكل مشاهدي قناتكم في المملكة. طبعا نحن الآن أمام وضع دستوري جديد، منذ مدة أنهينا مرحلة أولى كلف فيها سيد الحبيب الجندي بتكوين الحكومة، ولكنه بعد مضي حوالي شهرين فشل البرلمان في إيجاد الأغلبية الضرورية. نحن الآن في وضع دستوري جديد، مرحلة جديدة تحدد بتكليف رئيس الجمهورية للشخصية الأقدر، وهذا هو النص الدستوري كما يقول. هل هو الشخصية الأقدر؟ هل يجتمع فيه تلك الصفات وهو لم يحقق أي إنجاز في حكومة أو في فترة الترويكا؟ لا، هو كونه لم يحقق أي إنجاز هذا حكم لا أساس له من الصحة. كنت أستمع إلى ضيفكم، طبعا ضيفكم متحامل على هذه الشخصية وعلى كل الشخصيات الحقيقة، خاصة تلك التي مرت بتجربة ترويكا. لإعلامكم للرأي العام الأردني ولكل من يشاهد قناتكم، كل أسامي الحكومات بعد ترويكا كانوا جميعا باستثناء واحد كانوا جميعا من ترويكا، بالتالي ليس هناك مجال للحديث عن فشل. نعم، تونس لحد الآن تقدمت كثيرا في المجال السياسي لكن لم تتقدم كما ينبغي في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وهذا له تفسيره. لكن نحن الآن كتونسيين عموما نجتهد جميعا في إيجاد المنظومة الحاكمة التي تستطيع أن تحقق المطالب الاقتصادية والاجتماعية. الآن نحن بصدد تكليف من رئيس الجمهورية للأقدر، ليس هناك تفسير دقيق للفظ الأقدر، ولذلك رئيس الجمهورية اعتمد هذه الشخصية وكلفها السيد الفخاخ، كلفه بتشكيل الحكومة في تقدير من رئيس الجمهورية على أنه الأقدر. هذا موضوع نقاش، نحن لن نستمر طويلا في مناقشة. طيب. بعيدا عن الموضوع الشخصية الأكثر كفاءة، الشخصية الأقدر، الشخصية المناسبة، أنتم كنهضة اليوم ستؤمنون له ربما أغلبية وحزاما سياسيا واسعا؟ نحن قلنا بوضوح، أولا ليس لدينا اعتراض على هذه الشخصية، لكننا سننظر في برنامج السيد الفخفاخ لحكومته، في طبيعة الحكومة التي سيشكلها، في أولويات الحكومة التي سيشكلها، وهذا بالطبع ننتظر منه في خلال ساعات، ربما من يوم غد الخميس ستبدأ المشاورات، وستكون له مشاورات مع حركة النهضة في أول مشواره التشاوري، وسننظر مع السيد. طيب هل سيكون لكم شروط أخرى؟ سننظر في طبيعة حكومته. طيب. سننظر في تركيبة حكومته، هذه كلها قضايا ومعايير ستساعدنا. طيب. على أخذ الموقف. هل يعني هذا القول أستاذ نور بأن النهضة لن تمارس أي نوع من الضغوط أو تضع شروطنا مقابل منح الحكومة المنتظرة الثقة؟ ربما ستطلبون بحصة أكبر في الحكومة وأنتم الحزب الأكبر بحسب النتائج الأخيرة التشريعية. ليس مطروحا موضوع حصص،
المطروح هو ما هي أولويات الحكومة؟ السيد الفخفاخ تحدث عن حكومة مصغرة مضيقة، نحن لا نرى مانعا بأن تكون الحكومة مضيقة، الذي يهمنا في الحكومة هو أولوياتها، برنامجها، كيف ستشتغل، وأي حزام سياسي سيدعمها. هذه الأولويات وهذا الحزام السياسي هو الذي سننتظر من السيد الفخفاخ أن يقدم لنا تصورا والحقائق التي نجدها في البرلمان حول هذا كله. يعني في خلال الساعات القادمة سنرى من السيد الفخفاخ ماذا سيقدم لنا حول حكومته، وبعد ذلك يكون لنا الموقف المناسب من هذه الحكومة. طيب أستاذ محمد كريم، عضو مجلس نواب الشعب عن الحزب الدستوري الحر، يرى الحزب أن هذا الشخص لا يتمتع بصفات المطلوبة لرئاسة حكومة في ظل وضع اقتصادي واجتماعي صعب في تونس، وقلت أنه أي الفخاخ سيشكل حكومة بحسب الولاءات. ماذا تعني بحسب الولاءات؟ أقصد بحسب الولاءات أن السيد أن إلياس الفخفاخ الآن الرئيس الحكومة المكلف يجب أن يبحث عن 109 صوت لتمرير حكومته، علما بأن هناك عدة مشاريع قوانين لا يكفيها 109 صوت، مثلا إنشاء المحكمة الدستورية أو بعض الهيئات الدستورية التي لم يتم استكمال مسارها منذ دستور 2014. ثم أن الحديث الآن عن البرنامج، فإننا نعلم جميعا بأنها سوف تكون هناك كعكة وحقائب وزارية ستتقاسمها الكتل النيابية، مثل ما حصل الكتل النيابية والأحزاب مثل ما حصل في حكومة حبيب الجملي، وخرج أغضب المتفاوضين معه غاضبين لأنهم لم يتحصلوا على الحقائب. ثم أن هناك مثلا هناك بعض الأحزاب مثل حركة الإخوان فرع تونس، فإنها أصبحت تبحث عن ضمانات لبقائها داخل لبقائها في الحكم سالمة. هذا ما سيتم التفاوض عليه. أنا متأكد جدا، ونحن كنا مبدئيين في الحزب الدستوري الحر بأننا لا تهمنا هذه الحكومة ولا نتفاوض معها، باعتبار أننا نعلم مسبقا ماذا سيكون ثمرة التفاوض. ليس هناك تفاوض وليس هناك برنامج، باعتبار أنه لا يمكن أن ننتظر برنامجا يخرج تونس من مأزق الاقتصادي والاجتماعي مع رئيس حكومة كان سببا في دخول صندوق النقد الدولي وفي إمضاء تعويضات أثقلت كاهل الدولة، علما بأن صندوق النقد الدولي لم يتدخل في تونس منذ التسعينينات من القرن الماضي. إذن ماذا ننتظر منه؟ ننتظر أنه سوف يتم تقاسم الحقائب الوزارية، ويصبح أن هناك حساب للحصول على 109 صوت. المهم أن تمر هذه الحكومة حتى لا يتم حل البرلمان، وحتى تبقى دار لقمان على حالها، وهذا شيء مرفوض داخل حزب الدستور الحر. وعلى كل حال الكتلة النيابية للحزب داخل البرلمان سوف تقوم بمحاربة هذا، بمحاربة بين ظفرين. طيب سأرحب أيضا عبر الهاتف من تونس بناطق رسمي باسم حزب نداء تونس المنجي الحرباوي. أستاذ المنجي، أهلا بك. بداية، برأيكم كنداء تونس، كنتم في زمن ما في السلطة، هل هو الشخص المناسب لرئاسة حكومة تشتفع فيه الصفات التي تجعل منه واعيا أم مدركا لطبيعة التحديات والمصاعب الاقتصادية والاجتماعية لتونس؟ بداية مرحبا بكم، مرحبا بضيوف الكرام، ومرحبا بالضيف الكريم. نعتقد نحن في حركة نداء تونس أنه هذا التعيين ليس بالتعيين الأمثل، ولا هو بالتعيين الأفضل لحل الإشكاليات الموجودة في تونس، وكذلك ليس بالتعيين السياسي الطبيعي، حيث أن كان من الضروري أنه يأخذ بعين الاعتبار الحزام السياسي وخاصة الحزام البرلماني داخل البرلمان لرئيس الحكومة، حتى تكون هنالك حكومة تعمل بأريحية وتعمل بدون ضغط، وتعمل كذلك بدعم سياسي من طرف الأحزاب الممثلة داخل البرلمان والتي اختارها الشعب عبر صناديق الاقتراع. لكن هذا الهروب بالمسألة إلى الأمام، وهذه المناورات الغير مفهومة والغير معلومة من طرف سواء كان رئيس الجمهورية أو من هم في دائرة رئيس الجمهورية من الأحزاب السياسية الموجودة الآن، من أمثال حركة النهضة ومن أمثال تحيا تونس ومن أمثال بعض الأطراف الأخرى الداعمة لقيس سعيد،
لماذا هذا الاختيار رغم وأنه الشخص ما هو تفسيركم لهذا الاختيار؟ ما هو التفسير الذي تضعه نداء تونس لاختيار رجل يعني لا ينظر إليه بأنه حقق إنجازا بعد أدخل البلاد حين كان وزيرا في ألمانيا في فترة الترويكا في أزمة مالية وجلب صندوق النقد الدولي كما يقول ضيفي عضو مجلس الشعب الحزب الدستوري الحر محمد كريم كريفا؟ وهذا المستغرب من طرفنا، لماذا يتم تعيين وزير مالية فاشل؟ معناه لم يقدم شيئا للملف الاقتصادي خلال توليه وزارة المالية في سنوات الترويكا سنوات 2012 و13، ولم يأتي بحلول للمالية العمومية، بل قد أغرق المالية العمومية ببعض القرارات الاعتباطية وكذلك بعض التجاوزات الغير قانونية في مسألة بعض المسائل التي أشارت إليها دائرة المحاسبات في تقريرها من سنة 2013. كذلك لماذا يتم الاختيار على شخص ليس له تمثيلية داخل البرلمان ولا تمثيلية داخل المشهد السياسي في حد ذاته؟ حزب التكتل هذا هو أحد أعضاء وأحد عناصر الترويكا الحاكمة خلال سنوات العجاف سنوات 2012 و13 و14، واليوم يعود برئيس حكومة رغم أنه لم يتحصل لا على مقعد داخل البرلمان وكذلك. طب رغم ذلك، رغم كل ذلك، يعني ما تأخذون على آل هذا الرجل من إخفاقات، أعتقد أن حكومته ستمر في مجلس النواب التونسي بدعم من النهضة وتحية تونس والأحزاب الأخرى؟ نعتقد أنه الإكراهات الواقع الدستوري الذي معناه ينصص على أنه إذا لم تمر هذه الحكومة وهذا التعيين، إذا لم يمر هذا التعيين بالتالي سيتم حل البرلمان. نعتقد أنه سيجد النواب أنفسهم مجبرين على تمرير هذه الحكومة ولو ظرفيا لفترة 6 أشهر ولا فترة سنة، ثم إعادة معناها تعيين حكومة جديدة. نعتقد أن هذه الحكومة ستمر مكرهين لتمريرها السادة النواب، ولكن ليست حكومة مقنعة ولن تكون مقنعة ولن تكون ذات جدوى، وستكون حكومة معناها للمواصلة في الفشل والمواصلة في الملفات للتغطية على بعض الإخفاقات لحكومة النهضة وحكومة الترويكا التي متواصلة منذ سنة 2011 إلى اليوم. طيب أستاذ نور الدين، كرئيس المكتب السياسي لحركة النهضة، استمعت إلى ما قاله ناطق رسمي باسم نداء تونس وكذلك ضيفي عن الحزب الدستوري الحر، هناك إشارات واضحة إلى حركة النهضة، هل ستتبع حركة النهضة ذات الاستراتيجية التي أشار إليها نداء تونس بأنها ربما ستمر هذه الحكومة نظرا لهذا الواقع وخشية الذهاب إلى انتخابات جديدة وقد تمارس بعض المهام لفترة وجيزة قبل أن تأتي حكومة أخرى؟ شكرا. أولا أريد أن ألاحظ أنه ضيفك الأول وقد تكلم مرتين في محاولة للتضليل دائما والحديث عن واقع غير الواقع التونسي. في تونس هناك حزب اسمه حزب حركة النهضة ولا وجود لاسم آخر كما يجتهد في التضليل. ثانيا نحن نعلم جيدا أن هناك صعوبات منذ 2011 منذ الثورة إلى اليوم، هذا مؤكد، لكن المؤكد أكثر من هذا أنه بعض المتحدثين من ضيوفك وخاصة من الأول منهم هو يربط نفسه وحزبه بما قبل الثورة. ما قبل الثورة هو الخراب الذي قامت عليه الثورة التونسية. إذا الآن فيه مشكلات، نعم هناك مشكلات ونسعى إلى حلها ونعترف بها، ولكن ما كان قبل الثورة وهو ما يدافع عنه ضيفك الأول هو يدافع عن الاستبداد والفساد والخراب، والتونسيون ثاروا على الحزب الذي يحمل اليوم اسمه، هو الذي يدافع به عن عما كان قبل الثورة. الآن واضح أن نحن بالنسبة لنا نقول أنه السيد الشخشاخ نعم تعيينه أثار شيء من الاستغراب، هناك انتظارات كثيرة تقول أن التعيين كان سيكون من غير هذه الشخصية، كنا نتوقع شيء من هذا. نحن أصلا الأسماء التي عرضناها وقدمناها ورشحناها لم يكن فيها السيد الشخشاخ، ولكننا
لا نعترض على هذه التسمية، لا سنظل ننتظر ولساعات فقط وليس لأيام أو أسابيع، سننتظر ما سيقدمه السيد فخفاخ للتونسيين في حكومته، في تصوره لها، في تصوره لهيكلتها ولبرنامجها ولأولوياتها، وسنحكم عليه من خلال ذلك، من خلال برنامجه للحكومة التي سيشكلها. طيب أستاذ محمد كريم كريفا عضو مجلس الشعب عن الحزب الدستوري الحر، استمعت ما قال ضيفي الناطق أول رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة، أنتم تدافعون عما قبل الثورة، لماذا لا تنتظرون البرنامج الوزاري؟ العبرة ربما قد تكون ليست في الشخص في حد ذاته، بل بما ربما يشكله من وعي وإدراك لمشاكل البلاد وكيفية إيجاد الحلول لها. أولا أنا لا أضلل باعتبار أن الأرقام لا تكذب، هناك أرقام قبل 2011 وأرقام بعد 2011. قبل 2011 سنتحدث عن الطبقة المتوسطة في تونس كانت تمثل نسبة 80%، الآن تدهورت إلى أقل من 40%. المقدرة الشرائية للمواطن، انزلاق الدينار، تمييع الاقتصاد الموازي، الإرهاب والترهيب، هذا كله عرفناه بعد سنة 2011. عن ماذا أضلل؟ هذه حقائق، الملف الليبي، الإرهاب، الاقتصاد متدهور. عن ماذا؟ هل صارت مقارنة بين ما قبل 2011 و2012؟ أنا لا أدافع عن الماضي، أنا أدافع عن وطن وأدافع عن مواطنين. أصبحت المقدرة الشرائية متدهورة إلى حد لا يطاق، إلى حد لا يطاق. نسبة الفقر أصبحت مرتفعة بعد 2011، أصبحنا نعرف طبقة سياسية حلت بتونس بعد 2011، أصبحت أغنياء واستمتعت بالصناديق الاجتماعية وبميزانية الدولة ودخلت كأنها تنهب. ثم في عهد هذا الوزير، في عهد هذا رئيس الحكومة عندما كان وزيرا للمالية، باعتبار أنه كان يمثل وزيرا للترويكا، ونعرف أن حقيبة وزارة المالية كانت من نصيب حزبه، عن ماذا نظلل؟ نحن نتكلم عن أرقام. طيب. هناك أرقام، هناك سعر متاع سعر الدينار التونسي، هناك تصدير، هناك ميزان تجاري. طيب أنا يعني أتحدث كل هذا. نعم. أوضحتها. يأتي ويقول بأن هناك تضليل، ليس طيب أوضحت موقف الحزب ما ذكره ضيفي. أنا أعتذر منك لأن وقت البرنامج يشكو على الانتهاء. أستاذ الفاضل من تونس عضو مجلس النواب الشعب عن الحزب الدستوري الحر محمد كريم كريفا، أشكرك وأشكر أيضا ضيفي رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة نور الدين العرباوي، كذلك من تونس الناطق رسمي باسمي نداء تونس كان معي عبر الهاتف المنشي الحرباوي. شكرا جزيلا لكم جميعا، بهذا نصل إلى ختام العاشرة، نعود ونلقاكم غدا بإذن الله. هذه تحية وإلى اللقاء.